النهاردة هنتكلم عن مكان من أكبر الأماكن المسكونة في العالم، مكان ما فيش حد بيدخله ويطلع ببساطة كده، لازم لو دخلت تسمع وتشوف. تعالوا نعرف إيه قصة المكان ده وإيه اللي حصل فيه. بس قبل ما نبدأ حكايتنا، ياريت لو أنت مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان حكايتنا الجديدة توصلك أول بأول. ومش هوصيكم، ياريت نهدي الإضاءة ونعلي الصوت. حكايتنا النهاردة عن مصحة قديمة اتبنت من 112 سنة في ولاية كنتاكي في أمريكا. اتبنت عشان تعالج مرضى السل أو الموت الأبيض زي ما كانوا مسميين، واللي كان منتشر قوي وقتها وزاد أكتر لما الحرب العالمية الأولى انتهت والجنود رجعوا بلادهم وكان في نسبة كبيرة منهم مصابة، وطبعاً بدأت العدوى تزيد. وللأسف الشديد المرض ما كانش له علاج معروف، يعني بمعنى أوضح كانت عبارة عن مصحة عزل، وكان لسه بيجربوا على المرضى دول طرق للعلاج، بس طبعا كانت طرق بدائية وكالعادة بشعة جدا. ومن الطرق دي إن كان الدكاترة بيكتفوا المريض ويشقوا صدره ويخلعوا ضلع أو ضلعين من القفص الصدري ويخيطوه ويجروه زي الحيوانات لحديقة المستشفى، خصوصا في الشتاء ودرجة الحرارة بتبقى تحت الصفر، ويسيبوه في التلج على أساس إنهم كده بيساعدوه وإنهم بيخلوا الرئة تتمدد أكتر ويقدر يتنفس. والطريقة التانية إنهم يفتحوا صدر المريض ويدخلوا بالون في الرئة وينفخوها عشان الرئة تتوسع. وكان كل فكر الأطباء عن علاج المرض ده هو تعريض المرضى للهواء النقي ومحاولات تمديد الرئة الفاشلة، وما كانش فيه أي علاج غير ده. ومع الوقت والتجارب اللي مش بتخلص، المستشفى حرفياً شهدت أهوال ومعاناة من كل المرضى، حتى الأطفال ما ترحموش، سواء وهم عايشين كانوا بيعانوا من المرض وطرق العلاج والتجارب والسجن، وحتى لما ماتوا برضو اتبهدلوا. المصحة كانت مكونة من 5 أدوار، وفي تحت المبنى ممر كان اسمه ممر الموت. الممر ده كان يساح عربية نقل، كانوا بيجمعوا جثث الموتى ويدحرجوهم برجليهم زي البراميل ويكوموهم فوق بعض ويرموهم في العربية النقل وتاخدهم وتمشي بدون أي احترام للموت ولا للبني أدمين. والمستشفى مع الوقت مات فيها آلاف من البشر، وبعد وقت طويل المرض قل ولقوله مضاد حيوي يقلل أعراض المرض وقرروا يقفلوا المستشفى وبقت مهجورة، وتحولت من مكان للتعذيب والموت لملجأ للمشردين وعبدة الشيطان اللي كانوا بيمارسوا طقوسهم فيه. بس اختاروا المكان الغلط، لأن كان كل اللي بيدخل المكان كان بيلاقي صعوبة جدا إنه يلاقي المخرج أو الباب اللي دخل منه، كأنه بيختفي والمكان بيبقى أقرب للمتاهة اللي ملهاش نهاية، وناس قليلة جدا اللي عرفوا يخرجوا، كأن في حد بيجبرك تدخل جوه أكتر. ولو دخلت جوه الممرات بتبدأ تشوف وتسمع حاجات عمرك ما هتصدقها، زي مثلا في الدور الثالث في شبح لطفلة اسمها ماري بتفضل تتمشى ما بين الممرات وهي بتعيط وبتصوت ولابسة ملابس مقطعة وإيديها كلها دم، وبتجري وبتترجى اللي بتشوفه إنه يخرجها من المكان ده ويساعدها، وبتفضل تجري زي المجنونة ما بين الممرات على أمل إنها تلاقي باب للخروج، وبعدين مرة واحدة بتختفي. أو شبح الطفل بوبي وهو بيلعب ما بين الممرات بكرة جلد، وتلاقي الكرة اتحدفت مرة واحدة وهو طالع بيجري وراها، وبتشوفه كأنه بني آدم من دم ولحم. ولو طلعت الأدوار اللي فوق هتسمع صوت الأطفال اللي كانوا محجوزين وماتوا وهم على السطوح، بس المرة دي بيغنوا مع بعض. ده غير شبح الطباخ اللي بيطبخ الأكل للمرضى والأطقم الطبية، ولو قربت من المطبخ هتسمع أصوات الأطباق والمعدات وهتشوفه هو شخصيا وهو واقف بيحضر الأكل. حتى القبر لو نزلت تحت هتشوف العربية وبينزل منهم 2 يشيلوا الجثث ويرموها في العربية، وبعدين كل ده بيختفي مرة واحدة. ومن أكتر الأدوار رعب هو الدور الخامس. الدور ده كان متقسم ل3 أجزاء، جزء منه معمول سجن للمرضى اللي مفيش أمل في علاجهم، وجزء سكن للأطفال، وجزء سكن للممرضات. وأشهر أوضة في الدور ده هي أوضة 502. الأوضة دي ما كانش في حد بيسكن فيها غير وإنه لازم ينهي حياته وينتحر. أول ممرضة، ودي كانت شابة جميلة جدا، ولقوها شانقة نفسها في الأوضة واكتشفوا جثتها بعدها بكام يوم، ولحد النهاردة مش معروف سبب انتحارها. تاني ممرضة، ودي كانت ساكنة في نفس الأوضة وطلعت على السطوح ورمت نفسها من فوق ونزلت ميتة بدون أي سبب واضح للانتحار، ومن بعدها ما بقاش حد بيسكن الأوضة دي. المكان كله عبارة عن أوض وممرات
مليانة بالأشباح والظواهر الغريبة، ولو فكرت تدخله يا عالم هتعرف تخرج منه من هول اللي هتشوفه ولا لأ؟ يا ترى لو اتعرض عليك تدخل المكان ده مقابل مبلغ كبير هتوافق تدخل وتخاطر بحياتك؟ اكتبولنا ردودكم في الكومنتات، واكتبولنا حابين نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية، واعملوا لايك وشير لأصحابكم لو الحكاية عجبتكم، واستنونا في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. أشكركم على المتابعة، دمتم بخير.